بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية لكم التحية على إتاحة هذه السانحة المباركة، وبإمكاننا أن نقول كل عام أنتم بخير، لأننا سنويا نلتقي في هذه التظاهرة التي صارت عيدا علميا ومعرفيا. المؤتمر حقيقة في كل سنة يأتي يحمل مضمون هو معبر عن وقته. إذا لاحظنا هذا العام الفتوى وتحديات الألفية الثالثة، نجد أن هذه الألفية الثالثة هي ألفية مميزة بازدحام الأحداث فيها وسرعة جريان هذه الأحداث والأمور، مما يستدعي انتباهة عظيمة. إذا كنا في السابق نقول إن توهم أن هذه الطفرات الكونية هي تراكمية، نظر إليها على اعتبار أنها متراكمة عبر الأزمنة، يعتبر هذا عيب، لأن هذه تعتبر طفرات، كأن هنالك عالما جديدا منشئ وتكون بمزاج جديد وباحتياجات متجددة. فإن هذه الألفية بالذات جاءت تعبر عن سرعة جريان هذه الأحداث وتضع مسؤولية عظيمة على عواتق الذين يشتغلون على الفتوى وعلى العمل الديني والتضوء عموما. لما؟ لأن هذه الشريعة الإسلامية، هذا الدين الإسلامي بصورة أدق، هو المسؤول عن الإجابة عن تساؤلات الإنسانية كلها، لأن الرسالة الخاتمة تقتضي أن تكون جاهزة للإجابة على كل سؤال. فالفتوى إذن حينما تطلق ستستصحب معها كل هذه الطفرات وهذه التطورات، فإن لم تكن واعية بما يدور أخرت عرض الدين وتأخرت عن وضع السهم في المسيرة الحضارية الكبيرة، وقصرت عن الوفاء بما يسعد هذه البشرية. لذلك الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم ودار الإفتاء المصرية قد وفقوا تمام التوفيق في اختيار هذا العنوان، لو لم يكن منه إلا التنبيه فقط على أن هنالك ما يستدعي انتباهة ووقفة وعملا دؤوبا لكفى في ذلك. أما أن يتبع ذلك العمل الكبير البحثي والتنظيري، وأن تتولد من هذا المؤتمر أيضا رؤى وأفكار جديدة وحديثة، فهذا أمر ممتاز وجميل. وأقول دائما إن وجود هذه التظاهرات والحركة العلمية في مصر الحبيبة يعتبر عامل نجاح للتراكم الحضاري الموجود والمعرفي، ولأنها قلب الإسلام والعروبة النابض حقيقة لا قولا. مصر ظلت دائما هي التي تشتغل عملا في خدمة القضية الفلسطينية. كثيرون هم الذين يتحدثون بالأقوال العامة، لكن الضغط كله يقع على مصر، المبادرات كلها عند مصر، العمل الحقيقي عند مصر. ولم يتحقق نصر على العدو الإسرائيلي بصورة مادية إلا مع مصر، فمصر ظلت واعية وتعمل تحت كل الظروف وتتحمل عبء كبير جدا، والأداء كان راقيا وواعيا في هذه المرحلة، لا سيما وأن هنالك مؤامرة كبيرة في هذه المرحلة، هنالك ضغط على الإخوة الفلسطينيين في غزة أن يخرجوا من غزة ليوطنوا في أرض أخرى. فمصر استطاعت بوعيها الكبير، فهي مصر المضيافة دائما، لكنها واعية وحازقة أيضا دائما، فاستطاعت أن توعي الناس بعمق هذه القضية. فلا أرى أن هنالك راعي حقيقي للقضية الفلسطينية مع الفلسطينيين وجهادهم سوى مصر. مصر يعني ظلت حقيقة، مع الاحترام لكامل الرؤى
والمناصرات كلها، لكن عمليا مصر مواقفها جميلة وممتازة. بيان الأزهر الشريف كان بيان قوي وواضح، الأزهر مواقف الأزهر واضحة وقوية في هذا المجال، لكن البيان ده بالذات كان بيانا واعيا وقويا، والأزهر له أثره. وأنت أيضا قد حضرت الجلسة الافتتاحية في هذا المؤتمر، كلها كانت تنادي بالقضية الفلسطينية، فضيلة المفتي وممثل شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وكل الحضور من الدول المختلفة تكلموا. فمصر مواقفها واضحة جدا وتلقائيا، كل المؤسسات في مصر تتناغم من أجل خدمة هذه القضية الفلسطينية لأنها تجري في أعماق الناس وفي وجدانهم. فالمواقف مشرفة، ومصر يعني كالعهد بها. نسأل الحق عز وجل أن يحفظ مصر وأن يعين أهلها، أن يحفظها قيادة وشعبا وإعلاما. جزاكم الله خيرا.